مشروع سينما الريف تأسس سنة 2017، هو مشروع من مشاريع جمعية فن في المكنسي. المشروع هذا ينطلق بفكرة تتمثل في 4 تظاهرات في 4 قرى بإمكانية بسيطة، معناها في بدايته 2018 الفكرة هذه والتظاهرة هذه اتطورت في شكل مهرجان سنوي يدوم 7 أيام في مدينة المكنسي والقرى، اللي كان فيه مجموعة من العروض السينمائية الخاصة للصغار وفيما برمجة للكبار. قمنا بعروض معناها في المقاهي الشعبية في الأرياف، في قاعات التدريس في المدارس الريفية، ومعناها كانت فما زادة ورشة للإنتاج إنتاج الأفلام الوثائقية على طيلة أيام المهرجان، وورشة في صحافة المواطنة. المهرجان خلينا نخرج بنتيجة أنه الحضور المناسباتي للسينما ووجود مهرجان 7 أيام في عام بركة ما يخليناش نوصله للي نحب نوصله في الجمعية بارابور للعمل على نشر ثقافة سينمائية، وأنها تكون ثقافة سينمائية متاحة لعامة الشباب في المناطق هذه. لذلك المشروع تطور ولا مشروع سنوي على طول العام، متكون من عدة مراحل، اللي هي صناعة وحدة سينمائية متنقلة لاستغلالها في المشروع هذا وفي بقية أنشطة الجمعية، سلسلة من الدورات التكوينية في السينما للشباب، شباب المكنسي والقرى المجاورة، ومهرجان سينمائي اللي هو باش يكون ختام للمشروع هذايا في اخر المشروع يكون في القرى كذلك. الوحده السينمائيه المتنقله، الفكره هو انه يصير كونكور مع الطلبه نتاع الهندسه المعماريه ومتاع التصميم بصفه عامه، باش نخمموا بعضنا في كيفاش نجموا نخلقوا وحده سينمائيه تصير فيها البروجيكسيون متنقله، يعني تركب وتتفرك وتتنقل من قرية لقرية، باش ينجموا جمعية فن في المكنسي يقوموا بها بالأنشطة نتاعهم اللي مستسين يعملوها. هنايا الفكرة الأساسية هو أنه تجمع الطاقات، يكون فما مشاركين طلبة من مهندسة المعمارية وإلا من تصميم ديزاين، ومن أيضا زادة أساتذة ودي بروفيسيونيل، باش مع بعضهم يحاولوا يلقاو شنية أكثر سوليوشن سهلة باش تنجم تتخدم بأقل كلفة ممكنة زادة، وفي نفس الوقت تكون سهلة باش تركب وتتفرك وكل وتتنقل أساسا. علاش على خاطر المنطقة اللي هما يشتغلوا فيها اللي تخدم فيها الجمعية هذية، منطقة المكنسي وبصفة عامة ولاية سيدي بوزيد، متكونة من برشا قرى صغيرة، تقريبا الفئة العمرية الموجودة فيها برشا صغار وبرشا كبار، لكن الشباب ما يقعدوش بحكم انهم يقراوا البرة يرجعوا في السلعة، وينفوا رجعوا في وسط القرية متاعهم تقريبا ما عادش فما حتى فضاء ولا مكان ينجموا يلتقيوا فيه باش يبدعوا مع بعضهم ولا باش يعبروا على الواقع متاعهم ولا باش يحاولوا يلقوا بدائل عملية باش يغيروا من الواقع متاعهم. من هون انطلقت الفكرة متاع انه نسهلوا عمل الجمعية ويكون عنده امكانية انه يتواصل على عام كامل، ويدخلوا فيه ايضا اشخاص من المكنسي، يعني اساسا ليزارتيزون معناها النجار والحداد باش ينجموا مع الطلبة ومع الفنيين التقنيين مع بعضهم يكونوا هالوحدة متاع projection unité de projection cinématographique mobile. الإعلان على انطلاق المناظرة هذه الكونكور نهار 8 جانفي في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير سيدي بوسعيد، الدعوة مفتوحة للجميع حتى للناس اللي كوريو شوية يحبوا يفهموا شنية الحكاية، مرحبا بيهم، باش يكون فما تقديم للمشروع وبداية انطلاق العمل من أجل التفكير الجماعي في هالوحدة السينماتوغرافية المتنقلة.